تواصل مصر جهودها المكثفة في تجهيز وإرسال عدد من المساعدات الإنسانية الموجهة للأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة، وذلك من بوابة معبر رفح المصري متجهة لمنفذ كرم أبو سالم. مزيد من التفاصيل اطلعنا عليها الزميل محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري. نعم يا مشاهدينا الكرام، بعد التحية لازلنا نتابع معكم الجهود المصرية الكبيرة من أجل إنفاذ المساعدات المختلفة إلى الأشقاء المدنيين في قطاع غزة. نقف معكم الآن في قلب مدينة العريش، وبالتحديد من محيط المركز اللوجستي، هذا المركز الذي يضم آلاف الشاحنات التي تستعد للدخول إلى قطاع غزة عبر بوابة رفح ثم معبر كرم أبو سالم. اليوم وبحسب ما رصدنا من دخول عدد من الشاحنات، فإننا لاحظنا يعني دخول عدد كبير من الشاحنات المصرية. أولا هذه الشاحنات هي عبارة عن 88 شاحنة من المساعدات الغذائية والإنسانية بحمولة تصل إلى 1700 طن، هذا بالإضافة إلى أربع شاحنات من الغاز بحمولة تصل إلى 88 ألف متر مكعب، هذا بالإضافة إلى سبع شاحنات أخرى تحمل سولار بحمولة تصل إلى 385 ألف لتر من السولار. هذه الكميات وهذه يعني الشاحنات تأتي بعد انقطاع لثلاثة أيام منعت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلية من دخول الشاحنات المصرية إلى معبر كرم أبو سالم. وعلى مدار الثلاثة أسابيع الماضية كان هناك تناقص شديد في الشاحنات التي كانت تعبر من معبر رفح إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك يعود إلى الإجراءات التعسفية والإجراءات التعنتية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. ولكن بفضل الجهود المصرية لازلنا نتابع معكم كل المساعدات التي تدخل إلى الأشقاء الفلسطينيين. وكان أكبر دليل أو أكبر مثل هو عبور اليوم أكبر عدد من المساعدات بحوالي 99 شاحنة. هذا هو المشهد لدينا إلى الآن، وأعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.